هاد المظاهرة ديال اليوم كتجي في إطار سلسلة الاحتجاجات اللي كنظموها المغاربة على مستوى أوروبا. كما عرفتوا أنه أول أمس كانت مظاهرة في باريس، اليوم في الصباح كانت مظاهرة في برشلونة، اليوم هنا في مظاهرة في بروكسل، ويوم السبت هناك مظاهرتين، الأولى في لاهاي والثانية في مدريد. طبيعة الحال كل هذه المظاهرات جات واحد كنسجلوا كمغاربة غضبنا تجاه ما حدث بالحسيمة، لأنه اغتالوا واحد الشخص بطريقة بشعة جدا عمرها ما حدثت في العالم، إلا هو واحد المنكر اللي عمرنا ما شاهدناه يساوي ما يحدث في العراق وسوريا من عمليات إرهابية ديال داعش اللي كتحرر الناس بحال ما تحرر أي بشر كما كانت النوعية ديالو، ما يقبلش هذا الظلم وما يقبلش يشوف ذاك المنظر. بالإضافة أن هذا كان واحد النقطة، ذاك الشيء اللي حدث في حسيمة هي نقطة اللي إلا بغيت ندخل لي فاضة الكاس في ضد الكاس، لأنها كانت الناس بصح كتحس بالحقرة، الناس ما عندها شي شغل، الناس ما كتحش تعبر بالحرية، ما كانت شي واحد ديمقراطية، ما كانت شي واحد، رغم أنه الانتخابات عدزت ولكن الأغلبية المطلقة ما شاركتش ما ساهمتش، وما كاينش انتظارات كبيرة من ذاك الانتخابات، لأن الناس بحال اللي حسوا واحد الحقرة، وكانت بمثابة واحد الشرارة اللي شعلت إلا بغيت نقول نار ديال الغضب ديال المغاربة في كل هذا الحراك. طبيعة الحال مازال متواصل، وان اللي علمت من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي الحسيمة باقي غيتظاهروا يوم السبت، وانه شكلوا لجنه ديال المتابعه، وحنايا بطبيعه الحال قلبنا ودمنا مع المغاربه وكنبغيو خير لهذ البلاد وكنبغيو الخير لهذا الشعب، وما يمكنناش نقلبوا الظلم. شكون هما الجمعيات المشاركه هنا؟ الدعوه دارتها الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع ديال بلجيكا، ولكن ضموا لها كل التنظيمات الديمقراطيه والسياسيه والمواطنين عاديين اللي جاوا يعبروا على الغضب ديالهم، والدليل القاطع على ان عمرنا ما شفنا هذا الكم البشري الحاشد اللي جا اليوم فحال ما بعد المظاهرات ديال 20 فبراير. بطبيعه الحال اول مره في بروكسل كنشوفوا الناس نازلين بعفويه وبنوع من الحراره على بلادهم على شعبهم على مواطنين اللي كيطحنوا قدام عيون ديال السلطات وبامر من السلطات، والسلطات متورطه، لان ذاك البشر اللي ذاك الانسان الشهيد اللي تطحن عارفينه من شر الحوت، وعارفينه كيفاش خرج الحوت، وعارفينه في الوقت اللي شدوا الحوت، وما يمكنش في اي بلاد تصادر له الحوت وتطحنوا تما. واش غادي تكتفيوا بهاد الوقفه ديال اليوم ولا باقي كاين سلسله من النضالات؟ ما غنكتفيوش بهذا الشيء، سنواصل نضالاتنا بشتى الطرق وشتى الاشكال اعلاميا وسياسيا وميدانيا، وما غنسكتوش هذا النوع ديال الظلم حتى نشوفوا هذه البلاد في غد. وسي غدا نهار الحضورين التكريم قوم زوار التكريم نروح الشهيد قموثن حارينت كيجن كاميون فراد، يعني نوض غيجن درجه الحقاره ديجن درجه الندله، ومن هي مؤسستي من يوز مع خاص يصبر ووز مع خاص يصبر بنادم مش ما خاص يري توجه ينس ورا مش ما خاص يري يعني الامكانيات الذهنيه ينس ويز مع جدي صبر خ الجريمه يا ثاقت مش جنغ اول يعني التكريم، وثاني حاجه يعني ذي نجم مجموعه الخروقات نجم مجموعه التعديات حقوق الانسان سيرتو ذي المنطقه قرنا كذيسن التحقيق تحقيقه وغاصبو وغاصبو نكار عاد ارجوخ تحقيق مجموعه من القضايا من كريم الشقار من الخمسه الشهداء من ربان كام تحقيق وخدي والو لحد الان. فعلا صرحانش ذي الوكيل العام نشا وديقه فعلا قدين جل وثيقه مزوره شخص هذه نيغا ودي شحال الوثائق جل مزوره ذي المغرب ماني مر المؤسسات الدوله شارك ذي الزوار يعني مؤسسات الدوله القائد الخليفه المندوبين يعني ما ينا مسؤولين الدوله مورطين ذي الزوار يعني شحال الوثائق شحال المواطنين يجي راح الضحيه نزور الوثائق مثينا وذي جو سقسي. ثاني حاجه
من خيس نشين القطع كالممارسة هاقت القطع يعني القطع النهائي يعني يرى ميان قيم نشين صباري منايا روخان قرصني يعني القطع النهائي كالممارسة المخزنية نجيج للحد للممارسة لأنه ضوضا غي غست عذي غست وضغى وذو فروخ وغاسماني غاد كثير نشيت أمازيغ ذي نتقو حقوقي كنو ما غومشن برنامج مستقبلي ذي نضال القضية الفكرية نغا تكتفهم سلوق في النهار طلعت ذكرت فعل أولي متابعة الحال ذيني مجموعة المبادرات تشكل الجناب شان نتابع مرايا مرماني غيوه وتجيب الملفات ثم زورة يعني وغاس نبون قار ملفات لحد الآن وغاس نبون قار يعني روخا قارن جيج الجنات متابعة إما ديت ما يتقنشنا نقيم رنشنا ندار ذا بشكل دوري إلى غتوض الحقيقة ما رنجيش عشان دي الجارمة يا يعني زي مسؤولين الدولة أني غادي سين العقاب لا رغ قان غدا نشيد زيان تويربن إجن الجروب ضم قران يشيد حمد فذي أخضاء ذاني تاغا قلوب في ثانيتين يتقن الفعالية ذاني تاغي بروكسل نضمت رجي الصوت نغ صوت الفعالية الثانية حمتها فنينية قان ضمان قلبا وقالبا نغ ومثنا الشهيد محسن فكري قمزوان الحسيمة حمتها فعاوضا نقدم تضمن نغ العائلة ينس الصغيرة وفي نفس الوقت عاوض حمتها نقدم تضمن نغ العائلة ينس الكبيرة لأنه ومثنا محسن فكري المريض ناطي رغاس مرق بريج مع رغاس العائلة طنزيان كوان سباس يماس دايث ماس الخوارس والى اخره من بعد الوفاه ينس نيال اغتيال ينس نيال استشهاد ينس سيده وانيتا اذور غاس فاميليا كورشي ديال المغرب وزريم كورشي من وقع ديال المغرب التظاهرات اللي وقعان احتجاجات التضامن اكسيده وانيتا حكومه محمد نسني للنهار اللي ضمن الدمامج الوقفه ذي انتوير بنديون فيرس ما مشتغل تجاوب نيو ذا كيوم في الحق كان تفاجئ يعني الحضور كان جد متميز رغا نغضين مليح وذلك يتابع مثلا عن طريق الفيسبوك زرين بأنه رغا نغضين 200 جعل 200 250 يوذان يعني في الحق تشكاو ذلك نغضي حضان ثيتي ذي رسالة حق تصبحان رغم الظروف لأنه توارد قيقس شي حاجة ذاتي جروبا قد دول ديمقراطية باش كوشن الترخيص زي السلطات المعنية رغم انك وني الظروف نستطيع انه كي ظرف يومين درت ايام انا باسم اللجنه ندعم الشهيد محسن فكري انا الوقفه نيتني كيد ندير نرونفيرس امام القنصليه المغربيه حمات فاس السوت تبرات انسان هذا برات لنا في نفس الوقت نحاول ما امكن نضم غيث مثلا غادي تجي بروكسيل تحيه نضاليه لكل الحضور والرفاق والرفيقات وكل الاصدقاء والصديقات الذين جاءوا من كل فج عميق للتنديد بالجريمة النكراء التي وقعت في مدينة الحسيمة وطحن مواطن في شاحنة أزبال فهذا هو الخطير وأخطر من هذا أن تواطؤ السلطة أول مرة في تاريخ المغرب أن وزير الداخل أن الملك يرسل وزير الداخلية ليعتذر عن من ولمن لا يكفينا الاعتذار نحن الشعب المغربي نطالب بتحقيق نزيه لأن محسن فكري أصبحت قضيته وقضية كل الشعب المغربي حتى ما صرح به والده أو بعض عائلته أن المخزن سوف يتدخل من أجل التكفل بالجنازة لا يكفينا نحن نطالب بتحقيق النزيه المسؤول الكبير عن هو المخزن نفسي وكنعزي العائلة ديالي وكنعزي المغاربة كاملين في الوفاة ديال الشهيد في قتل الشهيد محسن فكري اللي هو يعتبر ابن خالتي وكنعزي بالخصوص هنايا خالتي خديجه وكنقول لها الله يرزقكم الصبر والسلوان ان شاء الله ربي والعائله كامله ان شاء الله باسمي واسم العائله كلها اللي كتواجد في بروكسل وفي اوروبا بصفه عامه كنعزي عائله الشهيد وكنطلب الله سبحانه وتعالى يوسع الله سبحانه وتعالى الصدر ديالهم ويعطيهم الصبر نعم انا كنتواجد هنا في هذا اليوم هذا اللي هو اليوم فيه واحد تظاهرة كبيرة في بروكسل تظاهرة عارمة الآلاف من بروكسليين يعني حضرون هذه التظاهرة هذه تضامنا مع الفقيد الشهيد وتضامنا مع عائلته وتضامنا مع المغاربة كلهم ونعم جئنا نندد بالظلم والاستبداد اللي كيعيشوا المغرب
وبغينا نقولوا كفى كفى لهذا الظلم. متواجدين هنايا اليوم يعني على حساب يعني بالعربية نيشان الظلم والحقرة على حساب محسن الله يرحمه وفكريه. هادشي اللي وقع في مدينة الحسيمة ما عجبناش ومؤلمين بزاف، وهادشي اللي وقع لهذا الولد الله يرحمه، الله يصبر والديه، ويقدر يوقع لي لولدي، يوقع لخويا، يوقع لأي واحد. يعني حنايا ضد هادشي. أنا كنتضامن مع هذا الرجل هذا اللي مات الله يرحمه مسكين، ومع المزير ومع ريافة، وأنا مش وأنا مش وأنا منسوس مشلوح جنسوس، وهذا وباك صاحبي ما تيناش بغيناها بركة صافي من باك صاحبي. المصلحة العامة مثلا عندنا ما نديرو بها، المصلحة العامة اللي بغينا، ما المصلحة الخاصة ما عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتواجدوا هنا من أجل التنديد بما وقع للسيد محسن فكري، وأنه داك الشيء كيوقع يوميا، أنه محسن فكري أنه تنشر داك الشيء، كانت الفيسبوك، كانت أمور عديدة اللي خلات داك الشيء ينتشر، خلات الشعب ينتفض ويخرج في تظاهرات سلمية. ولكن بغينا نندو أنه داك الشيء كيوقع يوميا في المغرب، وحنا كجالية هنا يجينا بالمغرب العميق كنتواجدوا هنايا باش نندد كلنا أنه داك الشيء كيوقع في جميع أنحاء المغرب، وليس في الحسيمة فقط أو في منطقة أخرى، بل في جميع أرجاء المغرب. ونتمنى من الله أنه البلاد ديالنا تسقد ونمشيو في طريق الديمقراطية، وما نبقاوش فقط في الشعارات والرنانة. شكرا. En fait aujourd'hui on est venu pour manifester de la mort de Mohsni, car c'était des plus démunis et il a voulu acheter du poisson pour sa famille. Et je sais pas pourquoi, mais la police l'a enlevé. Et moi, j'aime son courage pour avoir sauté et avoir voulu récupérer sa nourriture pour sa famille. Je suis venue manifester la mort de Mohsni. Je trouve qu'il a bien fait de chercher ses poissons pour sa famille. Et Allah yakoum, je m'appelle Nofel. Je suis venue ici pour manifester parce que c'est pas honnête et juste qu'il a jeté ses affaires. Allah yarahmou, c'est pas juste. Je suis venue ici pour soutenir les parents des victimes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est insupportable tous ces mois-ci. Salam alaikum, je m'appelle Mohsin. Je suis venue pour Mohsin Fikri. Allah yarahmou, je trouve ça pas honnête qu'il est mort pour un camion. Parce que normalement, je trouve ça pas juste, parce que le pauvre il est parti pour sa famille, et puis en même temps qu'il va pour sa famille, le pauvre sa famille elle est pas content, il va mourir pour rien, parce qu'il va les nourrir et puis voilà, puis il est mort et maintenant sa famille elle peut plus jamais le revoir. Moi et mes parents on est venus ici pour combattre ce qui s'est passé à Hosima. On trouve que c'est injuste et nous les jeunes on essaie de combattre cette injustice et d'essayer de transmettre ce message en expliquant qu'il ne faut pas, faire cette injustice et on essaie d'être tous unis, soyons de Hosima, de Tanger, n'importe où. Et nous les jeunes nés ici en Belgique ou en Espagne ou autre, on est, malgré ça on est musulmans. Et quand on voit ces choses-là qui se passent, ça ne nous donne pas envie d'aller au Maroc à cause de ces problèmes. Et on essaie de transmettre ce message, être tous unis, les petits, les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, pour être unis et nous sommes tous Mohsin Fikri.